الشق رضا اينما كنتم، اهلا بكم في ميكرو سبور. سؤالنا اليوم هو شكون هو احسن مدرب في البطوله الوطنيه الاحترافيه؟ شوفوا الاجوبه ديال الناس. البطوله المغربيه تنقول لك نومير ديال مدينه القنيطره، كان ودابا حاليا تنقول سميتو مريني تنقول المدرب مليح ونتمنوا له مستقبل كبير مع مدينه القنيطره. احسن مدرب في هذا العام حاليا، احسن مدرب في البطوله الوطنيه كنختار انا بعدا بالنسبه لي عموشه، مدرب ديال الوداد البيضاوي. بالنسبه للكاريزما ديالو، مدرب غني بالالقاب كما كنعرفوا، المهم عموشه غني على التعريف. احسن مدرب هو فرشوش ديال اولمبيك اسفي، كيجيني احسن مدرب فرشوش، كيشد فرق صغار فهمتيني وكيبقى معاهم في القسم الاول. احسن مدرب في هذه اللحظه هو مدرب محمد فاخر، هاش محمد فاخر العمل ديالو وتعطي العطاء ديالو جميع الفرق اللي تشدهم، عنده العطاء ديالو قوي، مدوز مع المنتخب وعنده تجربه السيد كما تنقولوا حنا، عنده خبره بزاف، اي فريق يقدر يشدو يعطي، دوز مع الحسني يخدم مع البطوله، دوز مع المنتخب عطى الرجاء اي دابا في ازمه وعندهم ما نقولش لك ازمه ماليه والفريق غادي به مزيان، وراه ماشي نقول احسن مدرب هو الطوف المغرب جينيرال طوب في المغرب. كيبان لي محمد فاخر لانه يعني رغم الازمه اللي كاينه في الرجاء استطاع انه يدعم اللاعبين نفسيا، ورغم الازمه الماديه الا انه استطاع انه يحقق نتائج ايجابيه. انا مهم كوداد وكنتمنى هذا العام الوداد دير البطوله ان شاء الله 19 بطوله. مهم احسن مدرب كيبان لي من نهار اللي بدات البطوله المغربيه هو السي طالب، مدرب ديال الجديده، وان شاء الله شي عموته راه جاي في الطريق. اللي بان لي هو وليد الركراكي، هو عنده اكسبيريونس، لعب في المنتخب وراه عطى النتيجه راه كاينه مع الفتح. اذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا في الاجوبه ديال المواطنين كانت مختلفه، بحيث كاين اللي قال لانه احسن مدرب في البطوله ومحمد فاخر، البعض قال فرتوت، البعض الاخر قال عموته، فاجوبه متعدده. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.